الله فيك، تفضل. وعليكم السلام. ارفع صوتك حتى يسمعك اكبر قدر من الاخوان. بارك الله فيكم، احبكم الله. جزاك الله خير. طيب هل عندكم تجارب رأيتوها في هذه من الأشياء التي نفع الله بها؟ هل عندك حوادث معينة؟ طيب تعال أعطنا حادثتين. تعال أعطى ميكروفونك يا عبد الله. طيب ماشي، إذا ما في ميكروفون أعطه اللي معك. دام إنه جاء من بلجيكا نسمع اللي عنده. لا لا تقبل، بارك الله فيك، انت كسرت الراس ما قدرت، كسرت الميكروفون معك. نحن المغاربه هكذا سامحني. طيب يلا بسم الله. السلام عليكم. فاول تجربه انا. طيب اعمل به هكذا لان اللقط من هنا. ايوه. فاول دليل انا. نعم قربه عند فمك المبارك. فكم من الشباب الحمد لله بالنصيحة بالذكرى الآن جالسين معنا. أحكي لك فقط قصة، قصص كثير وحوادث كثيرة. فقط مرة ذهبنا إلى ديسكوتيك في الليل. ديسكوتيك يعني مكان مرقص ليلي. أيوة. أحد السوريين اسمه أحمد من بلجيكا أخبرنا بأن هناك مكان مرقص ليلي، هناك مغاربة كثير، فذهب معنا. فبعدما تكلمنا معهم الحمد لله تأثروا وفرحوا. ماذا تكلمت؟ ماذا قلت يعني؟ كيف استطعتم أن تدخلوا معهم وهم في رقص وزمر وطرب ودخان وسكر؟ عند الباب، عند الباب، عند الباب. عند الباب. عند الباب. أحسنت. إيه؟ فبعدما سلمنا عليهم قلنا لهم نحن إخوانكم. المسلم غالي، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. أنت تسلم على المسلم 30 حسنة. بعدما فتحنا القلوب. نعم. بعدين تكلمنا معهم، فقال لي الأخ اسمه محمد، قال لي لو أردت أن أخرج لك كل الشباب تتكلم معهم. هذا واحد من الشباب الذين جاء ليرقص. الحراس. لا من الحراس. فقال حارس عند الديسكو مسلم. أنا ما أعرف. حول ولا قوة. اسمع يا شيخ. فبعد اسمع. لا ما كنت أدري والله. لأن أنت الآن فارح بهؤلاء. طيب قربه عند فمك حتى يسمع الإخوة جميعا. فأنت فرحان الآن الشباب. إيه والله فرحان يا أخي. ففي الخارج هناك أكثر. نعم. يعني الراغبين إخوانكم عند الباب، اقتربوا جزاكم الله خير حتى يدخل إخوانكم الذين في الشارع، إن صح التعبير. الحمد لله الذين موجودون الراغبون وغير الراغبين كثير. حول ولا قوة. فبعدما تكلمنا معهم تأثر كثير. الحارس. الحارس ايوه. كيف اثرت فيه؟ بالله اخبرني حتى نستفيد. كيف استطعت ان تؤثر في حارس لديسكو؟ صحيح ولا لا؟ كيف استطعت هذا الرجل الذي يعني هو يحرس عند ديسكو وامامه الفجور والراقصات قلبه بعيد عن الخير، كيف استطعتم ان تجروه؟ هم يعرفوني انا اتكلم لغتي الاصليه. عطنا لغتك. عطنا كيف؟ ويترجمون. لا لا اتكلم عربي ما في مشكلة. لو وجدت شيء نحو اعراب منكم واليكم. اللهم نور قلوبنا. امين اللهم صل. فبعدما وصلنا نحن منذ سنوات نجتهد. عندنا التجربة شوية ايرفارينج، شوية تجربة كيف نتكلم. ايرفارينج هذه بلجيكية. بعدما وصلنا عندهم سلمنا عليه. وبالابتسامة نحن إخوانكم ونتكلم معهم الأمازيغ، أنا تكلمت أمازيغ بيرفكت بالعربي شوية ما شاء الله. فبعدين قلنا لهم أنتم الحمد لله مسلمين، ما اسمك؟ اسمي فلان واسمك فلان. فقلت له المسلم لو تسلم عليه 30 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله 30 حسنة، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. قلت له أول ما نفترق الله يغفر لنا الذنوب. هو واقف على ديسكوتيك نسي كل شيء. الله أكبر. فبعدين هذا الكلام للحارس. أيوة. فبعدين
تكلمت معه شوية على الجنة شوية على الآخرة وهو واقف يستمع ومعه الحراس وفي مكان يعني ما شاء الله مكان هناك المسلم وغير المسلم وبعدين تكلمت معه خمس دقائق فقال لي لو أردت سأخرج لك كل الشباب يسمعون منك فقلت لا يا أخي الآن الشباب ما شاء الله واحد لا يمكن الاتصال بهم الآن لا سكرانين أحوال عندهم فبعدين خرج واحد الشاب اسمه سعيد فقال له يا سعيد اقترب منا اسمع كلام مهم الآن هو أصبح يدعو الناس لك فبعد ما تكلمت مع الشاب اسمه سعيد الله يصلحنا ويصلحه آمين هو ما شاء الله كان في حالة ما شاء الله حول الله فبدأ يسمع فيه يسمع كلامي فبعدين قال لي مع السلامة يا رسول الله اللهم صل على محمد أنت متى ادعيت النبوة في نفس الموقف ولا بعدها ما نزل يعقل وحدي والشباب السلامة يا رسول الله هذه مشكلة طيب أختم لك الكلام لا لا أنا اللي أعرف أنك المهدي مش الرسول أخاف ما يطلع له هو إله لا 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 ماشي كلامك يا أخي ها هو طبعا لأن السكران قال يا رسول الله ولا أنت لست رسول نحن نبتسم معهم ونمسح قربها عند فمك في الأخير منذ ثلاث سنوات وقعت القصة فالآن الشاب الذي كان واقف حارس في الديسكوتيك لو تراه يا شيخ والله تبكي الله أكبر تبكي بكاء كان معي أحد الشباب الآن موجود هنا ممكن هذا الحارس ممكن هنا الله أعلم ممكن طيب إذا هو هنا ودنا نسمع منه فالآن هذا الشاب موجود في مسجد لحيته حتى هنا لباس قصيرة فأول ما تكلم أهل الأخ قال له أنت تعرفني؟ قال أنا ما أعرفك من أنت؟ فقال أنا فلان الذي أتيت عندي إلى الديسكوتيك الله أكبر الآن هو يقول أنا من أهل السنة والجماعة الحمد لله الله أكبر الله يثبتنا وإياه وبعدين تكلمت اللهم ثبتنا وإياه تكلمت معه في الهاتف فتأثر وغير حياته هذا نموذج واحد لو تكلمت معك معنا الشباب الآن لو قلت لهم قفوا كانوا في أحوال الآن موجودون معنا الله أكبر الله يثبتنا ويتعلمون الله يثبتنا وإياك زيد محمد الملك الله يثبتنا وإياكم يا رب الله يثبتنا وإياك الله جزاك الله خير أبو أنت اسمك خلي طيب ها نريد منك في الميكروفون طيب نسأل ما أسرع ما ركبته ما شاء الله أسئلة كثيرة يا شيخ طيب ها نريد منك كيف لا 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 بالمزيغي وهم يترجموا ممكن الترجمة بالمزيغي خلاص أعطني إياها بأي لغة لو تبغى بالسرياني خنتم أكن غيسي ورما مش غنبي ولا من غان غضيبار رام الحين بنبي لغة جزاك الله خير إيش قال؟ احكي معك عربي ما في اي عربي انت ان شاء الله تبين لنا كيف نعمل مثل الدرس البارحة كيف نجلب القلوب المسلمين من اماكن الغفلة والمراقص وكيف نكون نحن حتى ما نتأثر لان نذهب الى اماكن الله احسنت جزاك الله خير وبيض يا ابا ابو من ابو يوسف ان شاء الله ابو يوسف جزاك الله خير وقصيخ وغيره زي هذه أقول شكرا بارك الله لكن هذه لغة أنت ما تعرفها جزاك الله خير وبارك الله فيك حقيقة أنا عادة يعجبني كثيرا الإخوة الذين لهم تأثير في الواقع ولا ينشغل حقيقة بي يعني يمين ويسار أهم شيء أنا عندي مشروع في الحياة أنا ما هي بصمتي للإسلام هذا أهم شيء ما هي بصمتي التي فعلتها للإسلام أنت اسأل نفسك ما هي البصمة التي فعلتها للإسلام وحقيقة زراني جزاء الله خير طيب أحد عنده سؤال آخر قبل ما نبدأ في الأسئلة المكتوبة تفضل كنا نعمل ماذا قال